اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده خلاها سمك، ولكن السمك مع المغازي النهارده بنلف حول العالم. معروف عندنا البولتي خير مزارعنا بنصدره للدنيا كلها والبوري، بس خلونا نعمل طعم مختلف برضو من البولتي. معانا ومعانا جمبري ومعانا سمك فيليه. النهارده هروح على بورسعيد. خلينا نبدا طبعا بابطال بورسعيد وبلد الرجاله ومصنع الرجاله الابطال. هنجيب من عندهم كفته الرز او كفته الجمبري بالرز على طريقتي، ولكن طبعا هم اشهر مني واحسن مني في عمايلها البورسعيديه. هعملها النهارده ونشوف ازاي للمبتدئين في المطبخ حابين ياكلوا جمبري كفته مع الرز تتحمر ازاي وتتقل ازاي وتبقى مقرمشه وما تسيبش من بعضها في قلب الزيت. حلو الكلام، حلو الكلام. معانا بولتي، اخواننا في الشام في لبنان والسوريين مش بيحبوا السمك قوي، مش مبدعين فيه، مبدعين في حاجات كتير قوي للامانه يعني، واحنا شادلهم بكده، بس في الاسماك شويه مش زينا، احنا المصريين شطار قوي. فالبولتي عايزينه ويحبوه، فهنعمله بالبرغل، حاجه كده سكه الكبيبه، سكه البرغل بتفين، البرغل بيخش في اكلات كتير عندهم. والبرغل طبعا اساس المطبخ الشامي، فهعمل النهارده صينيه البولتي بالبرغل، هنشوف التركايه والخبره الطهويه نقدمه ازاي. معانا كمان سمك فيليه قشر بياض، هنروح على ايطاليا ناخد القهوه التمام وناخد الميه الساقعه ونعمل احلى كاننولي بالسمك الفيليه. يبقى احنا كده رحنا على البورسعيديه ورحنا على الشام ولبنان اتمشينا وجينا على ايطاليا ختمناها بفنجان قهوه مع سمك فيليه هنعمله كاننولي لطيف وجميل بالوايت سوس او بالريد سوس حسب الرغبه. معانا بقى المفاجاه النهارده سموزي. السموزي النهارده اسمه سموزي الخيار بالنعناع. الخيار بيتشرب عصير يا شيف؟ نجرب ونشوف. يعني نجيب خيار بلدي نحطه في الخلاط مع تلج نعناع سكر درن واشربي عصير هتدعيلي، يساعد على الهضم، يعالج مشاكل القولون، مفيد جدا مع اكله سمك النهارده من كل دول العالم. انا مش عايز اطول على حضراتكم، كلمنا كتير وعايزين عمل يا شيف وعايزين فعل نشوفه على الهواء مباشره. هنطلع فاصل وبعد الفاصل بنلف العالم باكله سمك حلوه. اوعوا تروحوا جاي، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع بولتي من خير مزارعنا. بصراحة أنا لفيت العالم كله، أحلى من البولتي المصري مفيش زيه بجد، بيتصدر لكل دول العالم بيستنوه. يعني لما يجي كده يقول لك أنا احجز لي 5 كيلو. طبعا رحت السعودية وسافرت العالم كله، ولكن احنا لازم ان احنا نجدد من فكرة عمايله، سواء بنعمله مشوي ردة، بنعمله سنجاري، بنعمله زيت وليمون. فأنا النهاردة أعمله بطريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. سمك البولتي بالبرغل من المطبخ الشامي، من المطبخ الطلياني، من أي مطبخ، ولكن بخفة دم مصرية. معانا بولتي حباية بتعمل نص كيلو، يعني الأربعة دول عاملين 2 كيلو. معانا برغل مغسول وبعد ما اتغسل صفناه ومنقوع عندي كده بالشكل ده كده. معانا بصل وتوم، شوية روزماري، شوية زعتر، صوص طماطم اختياري، مكعبين من الزبدة، وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. حلو قوي. الزيت اخباره هنا بيسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي طاسة على النار او حلة كده فيها بوكيه جرنيه، يعني فيها مية بتغلي. المية دي طبعا ابهرها شوية بكرفس ببصلاية حلوة وطعمها، علشان عايز شوية شوربة محترمين. الشوربة دي هيشربها السمك البولتي بعد ما يتعرف على البرغل. طماطمية حلوة كده، ومعانا عود كرفس محترم نحطه كده نقطعه نصين زي الفل. شوية شوربة حلوين كده، مكعب زبدة في قلب الشوربة، حلو قوي. واسيبها تغلى على النار، وعود روزماري بالمرة معانا. ده مطلوب منك في المطبخ. عملت رز صيادية تاخدي منها، عملت صينية بطاطس بالسمك تاخدي منها، عملت شوربة سي فود تاخدي منها، ده تحضريها كده. حلو، نمسك البولت بتاعنا ده كده ونزيد الحب محبة. نعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد الراس دي بتاعت البولتياية، انا مش عايزها، شيلها بالراحة اهي، ونحطها في قلب الشوربة دي كده اهو. تاني البولت كده ناخده اهو، شيل الراس دي من هنا، ونحطها في قلب الشوربة. ليه يا عم الشيف بتعمله ده كده؟ انا مش عايز الراس، حلو، عايز اخد الشوربه بتاعتها.
حبايه بولتي وزنها تقريبا بيعمل نص كيلو. بناخد الراس بالشكل ده كده ونسيبها تغلي في قلب الشوربه. وهنلينا موقف مع بقيه السمكه اللي هو ظهرها وديلها. اللهم صل على النبي. تمام، انا اهم حاجه اعدي شويه الشوربه دول ونشيل ده من هنا كده. وتعالوا نشوف هنشتغل ازاي مع السمك ده كده. بنجيب بوله كبيره وناخد السمك ده يا عم الشيف، نقطعه كده نصين. وانا حابب الديل السمكه يكون موجود معانا. على فكره ديل السمكه بيدي شخصيه للسمكه، وعلى الاقل ممكن من ديل السمكه نحدد شخصيتها اذا كانت بوري ولا بولتي ولا اروس ولا دنيس. حلو، السمك بالشكل ده كده. البولتيه الكبيره مبيبقاش فيها حسك كتير اللي هو الشوك يعني. خلينا نتكلم بقى اخواننا اللبنانيين والشوام يسموا الشوك حسك اهو. ده البولت بتاعنا، ونشيل البلانشه دي من هنا مش عايزينها. حلو الكلام، والسكينه كمان مش عايزينها. هنتبل السمك ده. اول حاجه هنا معايا من النشا معلقه صغيره. اللهم صل على النبي. تمام، البهارات بتاعتنا فص ثوم حلو كده مفروم ناعم، سنه شبت صغيره الحرام اللي بيسرق الطعم ده كده. وناخدها ونيجي عند العطار، شويه زعتر، شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه بابريكا، شويه كمون، عصره ليمون. حلو قوي، حلو، سلوجان حلو، شويه كمون عصره ليمون. حلو قوي، ونقلب دول كلهم مع بعض. عندي زيت شديد الحراره واحنا بنقلب كده نعمل ايه يا عم الشيف؟ واحده واحده بالراحه. ناخد الخلطه كده ونيجي في بطن السمكيه نمس عليها. ناخد الخلطه دي كده ونيجي في بطن السمكيه نمس عليها. ناخد الخلطه دي كده ونيجي في بطن السمكيه نمس عليها ويتحمروا في قلب الزيت تحميره. معايا طاسه على النار بتغلي، سوري بتسخن. حلو الكلام، حطها على النار كده عشان عايز زي الفل. وناخد السمك ده كده في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. حلو قوي، لغايه كده فاهمين بتعمل ايه. اللهم صل على النبي. خلي ده على جنب ونكمل مع بعض. نخش بقى على قصه البرغل. مدرسه البرغل بتقول ايه؟ بتقول انا القمح الصلب اتجرشت طلع مني برغل ناعم وبرغل خشن، غير الفريك يطلع من القمح الاخضر. كل ما تيجي السيره واشتغل بيه لازم اوضح المعلومه دي. خدنا البرغل الناعم بتاعنا ده اللي بنستخدمه في طبق التبوله، كلنا عارفينه. البرغل بطبيعته بيتاكل ني، والدليل على كده التبوله لما بنحط عليها معلقتين برغل بتبقى تبوله مصريه لبنانيه اصيله عشان تاخد حقها من الاخر يعني. هنحط في الطاسه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون. هنا المدرسه. زيت زيتون كتير مفيش مشكله. حلو قوي. ومعانا بصلايه ناعمه نقلبهم كده زي الفل. ممكن عندنا كمان هنا بصل زي ده كده كويزات اهو، ده نعناع اخضر نحطه هنا. والبصل الكويزات ده يا عم الشيف هناخده كده بسكينه صغيره، حابب ان انا اقطعه بالشكل ده كده عشان تبان شخصيته مع البرغل اهو. ونقلب التقليبه دي كده، استنى على البصل ده ما ياخد لون يتحمر، وهو بيتحمر بحط شويه البهارات الحلوين. هما الرجاله دايما يسالوا مكرونه بشاميل وفراخ بانيه ليه بقى؟ بيحبوا يخشوا المطبخ يعملوا مكرونه بشاميل، والراجل لما يخش المطبخ سمع هوس صراحه يعني. يا نعم معانا اتصال. موجودة المكرونة البشاميل اللي عملتها تقريبا يعني عدد أيام السنة 366 مرة. البصلاية مع التومة بالشكل ده كده مع البهارات الحلوة أنا عايزه يبان شخصيته حلوة أوي. البصل ليه قطعناك بالشكل ده كده؟ في بصل ناعم هيختلط مع البرغل، وبصل سليم شخصيته مع السمك أكيد هتبقى حلوة. شفت الجو ده كده
نيجي بقى لإيه سر الأكلة دي فين؟ كل اللي أنت بتعمله ده يا شيف مغازي وارد إن إحنا نعمله. السر بقى في الحلة اللي بتغلى على النار دي اللي هنبص عليها دلوقتي. ويقول لك من جور السعيد بيسعد. شايفين؟ رؤوس السمك مع كرفس مع بصل مع توم مع عود شبت مع بهارات، كل ده في قلب الحلة. نقلب البرغل كده ياخد من لون البهارات من طعم البهارات. بتعمل ايه؟ هو ده الكلام الحلو. انا عندي شوربة بتغلي، كل ما تغلي قدام عينيا احس بالامان، احس بالطمأنينة. راس السمكة بدأت تتقطع وتتفصص وتتهري مع الكرفس مع طماطم. هو ده الكنز. كنز يقولك قال نحفر تحت ونحفر امطار وامطار وفي اخر يطلع لنا وما يطلعناش. الكنز هنا في الحلة، فيها كرفس، فيها روس السمك، ديل السمك، عظم السمك، قشر جمبري، ومعانا بصل، ومعانا توم، فص مستك. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ عينيا بس، ادوني دقيقة واحدة. هنعمل ايه؟ هناخد السمك اللي احنا عملناه من شوية. اهو شايفين السمك ده كده؟ اهو الله. والرص السمك هنا يا عم الشيف كده رصة حلوة، رصة تفتح النفس. اهو في قلب البرغل. الأكلة دي جنسيتها يا عم الشيف؟ دي نرجع بيها للمطبخ الشامي لأن فيها برغل، بما إن إخواننا في الشام بيحبوا البرغل، متعددين الوظائف بتاعته والمهام بتاعته، ومعانا السمك البلطي، فأصبحت الأكلة هنا واخدة الطعم المصري الشامي. وهنحط عليها البرغل ده كده. اللهم صل على النبي. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ تسلم إيدك. ده أنا هاكل البرغل وأسيب السمك للضيوف. وناخد بقية البرغل يا عم الشيف ده كده. ألف هنا وشفا للي ياكل من الصينية دي. ليه خد طعم السمك؟ انتوا ناسيين ولا فكركم؟ حلة، حلة تشهد بكده؟ واخد من الحلة دي يا عم الشيف. ألف هنا وشفا. هاخدها واسأل الإخراج الجميل اللي معايا، دي تتحط فين بقى؟ في أرضية الفرن ولا في نص الفرن يا جميل؟ ياني. أنا مش عايز أسيب الحلة وأمشي. درجة حرارة الفرن عندي 180، وزي ما قال مخرجنا الشاطر بتتحط في أرضية الفرن عشان تغلي ويتعرفوا على بعض. برغل مع سمك بلطي من خير مزارعنا. نبص على البلطي الجميل الحلو اللي يتكلم مصري من قلب الفرن، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. ونروح على فين يا عم الشيف؟ يلا على بورسعيد نصب عليهم ونمس عليهم كده القناة الأولى، ونعمل كفتة الرز أو كفتة الجمبري بالرز على الطريقة البورسعيدية. اطرحوا بيت تاوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، مأمنين على الخلاط بتاعنا، وعايزين نعمل النهارده مع بعض شوية كفتة الجمبري بالرز. أعتقد إن أنتوا بتعملوه أحسن مني، وأنا متأكد من ده. أنا بجتهد إن أنا أوصل للطعم البورسعيدي أو الدمياطي في عمايل كفتة الجمبري بالرز. في طريقة معينة كده أنا بعملها بتاخدني لسكة الأمان. إيه هي؟ الرز بجيبه أسلقه تلات أرباع سوا، وأضمن إن هو خلاص جاهز. حلو؟ وبعد ما يتسلق اسيبه يبرد، كأني هعمل سوشي، بس السوشي لازم الرز يستوي جامد، رز مصر. على فكرة السوشي لازم يتعمل برز مصر، عشان كده اليابانيين أذكياء. حلو؟ الرز بعد ما يتسلق باخده أبرده وأجيبه في الخلاط هنا أضربه جامد. أهو. حلوة، تمام. الخطوة دي خلصنا منها، هنشيل ده بالراحة كده. عينيا، حاضر، يلا. كفتة الجمبري بالرز، خدنا الرز طحناه، ده الرز هوت بالشكل ده كده. اهو نبص عليه كده، اللهم صل على النبي. اهو عينيا. انا هشيله كده من الكبة زي ما هي عشان اضمن هي تشتغل معايا.
اتكلم الصراحه بخاف منها، يبقى شغاله زي الفل وتمام، بس ما يطلع الهوا شايفها شاط الرز ناعمين جدا ده الرز ابيض اتسلق، وبعد ما اتسلق يبرد. اوعى تغلطي الغلطات اللي كنت بغلط فيها وانا بتعلم، اللي هو ايه يا مغازي؟ تاخد الرز ده كده وهو سخن تضربيه في الخلاط عجن منك بعجينه، شفت الرز؟ رز يبرد ويتسلق ثلاث ارباع سوا، ومش لازم تحط اي حاجه عليه خالص زي ما هو كده رز مش لازم بقى تجيب الرز الايه الناشف او الرز البودر او الرز المطحون اللي موجود في اي سوبر ماركت خالص هنعمل ايه يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك، ناخد الرز ده نخليه على جنب وننزل مكان الرز بالجمبري، العب يا جمبري في قلب الكبه حلو دولت ايه الجمبري، ومعانا شويه جمبري تانيين زي ما هم سلام كده بنحطهم على الرز الجمبري ليه حطيته سلم على الرز؟ عشان الضيوف يعرفوا ان احنا عاملين كفته رز، لما اجي اكل كفته الجمبري يا مدام زينب الاقي حبايه جمبري سليمه كده في قلب الكفته، حاجه حلوه يعني بتدي ايحاء ان احنا عاملين جمبري كتير في قلب الكفته. والله انا هعمل كفته الرز اللي هنعملها بمزاج النهارده، والسمك البولت واجيب كل الاكل واجي اتغدى معاك، ربنا يديك الصحه يا ام يا رب. طيب النشا مع الجمبري لسه ما خلصتش وحطيت شويه زعتر وشويه فلفل اسود وشويه ملح، كل ده فين؟ على الجمبري، وفص ثوم ني حلو حطيناه، وسنه شبت حلوه كده محترمه، كل ده على فين؟ على الجمبري، وعصره ليمون على الجمبري زي ما انا شغال كده، زي اوعى تحط اي ماده دهنيه وحذاري، واكتبيها على باب التلاجه كده يافطه عريضه، اوعى تحطي زيت مع سلق الرز، هتفك منك الكفته في قلب الزيت، تركايه اهي. اوعى تحطي زيت او سمنه او عندك شوربه بتاعه فراخ او لحمه تسلفها، رز ميه ورز بس تسلويه، وهنا في الخلطه دي كمان ما تحطيش لا زيت ولا سمنه ولا زبد خالص زي ما انا بشغال كده. حطيت ايه يا عم الشيف؟ شبت والنشا والبهارات بتاعتنا اللطيفه الجميله، وهحط كمان للامانه ورقتين نعناع، ومعايا شويه كزبره خضراء بحطهم هنا كده حلو، ونخلط ده كله يا عم الشيف مع بعضه. اوعى تحرجني، لينا مفاجآت ان شاء الله في العيد، مش اللحمه وبس كمان اسماك. هنضرب الخلاط ده كده ما اشتغلتش ليه؟ اشتغل زي الاول. اهم حاجه دي بقى الخلطه اللي انا عملتها دلوقتي، ايه يا عم الشيف؟ جمبري، عصره ليمون حلو، والجمبري ينطحن ناعم كده مع معلقه نشا مع البهارات بتاعتنا مع الخضره. خلي بالك لو انت عامله الكفته دي وعاملاها كده، على ما ناكل وندوق ونخلص الطبق نسال دي كفته ايه؟ فعشان تجاوب على السؤال عملي وانت قاعده كده، سبت شويه جمبري في قلب الرز معانا اهو، جمبري سليم ما تقطعوش هو لوحده كده هيتهري الكلام. هناخد ده يا عم الشيف الخلطة الحلوة دي كده وننزل بيها، شفت الخلطة دي نازلة فين؟ ده لنا مفاجآت في العيد بإذن الله تعالى، كل سنة وانتم طيبين على شاشة القناة الأودا كالعادة، والفضائية المصرية طبعا اللي بتتشاف في كل دول العالم شفتوا الخلطه اللي انا نزلت بقى دي كده زي ما هي كده، واقلبها على الرز المطحون. اهم حاجه هنا في خطوتين مهمين جدا ودول سر نجاح الكفته دي، سلق الرز وان احنا نتعامل معاه بحرص شديد جدا ما يعجنش مننا، دي رقم واحد. طحن الرز في الخلاط يبقى ناعم معانا، دي مهمه جدا، يبقى معانا كده زي البودر. رقم ثلاثه توزيع الجمبري بنسبه زي الفل، اللي هو الني الجمبري السليم مع الجمبري المطحون، واعجن الخلطه دي كده حاضر عينيا الاثنين واقلبها
تصبر عليها في التقليبه دي، لان التقليبه دي لازم تتقلب بذمه، لان في جمبري سليم في قلبيها. يعني وانت بتقرصيها بقى كده وبتقطعيها وبتعمليها زي اخواننا في البورسعيد بيعملوها على ايديهم كده، وتبقى اصابع الايد بتاعه الام معلمه فيها. اه بروح بورسعيد مخصوص عشان اكلها. اه شايفه الكفته جميله جدا اهي، العجينه اهي اهي اهي، شفت ايديا علمت ازاي؟ بص كده، بص 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 على الحلاوه. اهي اهي تاني تاني اهي 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 اهي، دي كفته الرز او كفته الجمبري بالرز. اهي اهي عندي زيت بيسخن بقى. في تركايه عملتها هنا يا استاذ عبد الحميد، حطيت بيضه مع الخليط، بيضه لان دي مش هتعدي لا بين ايه ولا تحط فيها بقسماط ولا اي حاجه خالص، البيضه دي مهمه جدا. اهو هتدي حمار وتدي قرمشه للكفته. هناخد الكفته دي زي ما هي كده ونروح مع بعض عند الزيت ونقلي مع بعض. شفت انا بعمل ايه دلوقتي؟ العب يا بولت، خير مزارعنا. اهو يلا، اللهم صل على النبي، صينيه سمك بولتي بتتكلم مصري. هنطلعها مع بعض سريعا كده، ولكن التركيه هنا البرغل واخد لون، واخد دلع. ايه الصوره دي؟ ايه ده؟ من الفرن. احنا بيهمنا الكاميرا تخش جوه الفرن تلقط الصوره اللي احنا عايزينها. قولوا معايا الصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. اهو لا، وفي حاجه هنا الشيف عاملها، سايب ديل السمكه. ديل السمكه يا اخوانا هو شخصيه السمكه، نقل السمك، نشوي السمك، نحمر السمك، نسيب ديلها، ده انا عاشق للفوسفور اللي موجود في ديلها. طب نحمر حته كفته كده ونطلع فاصل. عيني. حاضر يا فندم. حته كفته في رغيف يا باشا. هنحط الميه دي كده هنا، صوت الميه عطشان يا سمراني، اسقيني جمبري. ونحط ايدينا في الميه والزيت بيسخن هنا، ومعايا مصورين شاطرين، ومعايا اخراج مبدع، والزيت اخباره ايه؟ اسمع صوتك، هو ده. بايديا في الميه كده ونعمل كده. شفت الحركه دي؟ اه. في على فين؟ في الزيت. تاني 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 بقى الحته دي كده تاني، وسيبنا عيش، سيبنا عيش. اه اه في الزيت. يلا صل على الحبيب قلبك يتيم. سيبونا انا اعيش مع الجمبري اللي جوه الرز والجمبري المطحون ومحمر كده. وخلي بالك ما تستعجليش، يعني لازم تستني كده ايه ثواني لغايه لما تاخد لون الحته الاولانيه. اه وانا شغال كده. اه خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل كفته الجمبري بالرز من بورسعيد. وتحيه كبيره لاهالي بورسعيد الابطال. معانا صينيه سمك بولت بالبرغل من بلاد الشام. ما ننساش هنروح على ايطاليا دلوقتي واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى، نعمل احلى كانينولي بالسمك الفيليه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. نقول الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، بس منين المره دي؟ من بورسعيد، من مزبيرو. اه بس من بورسعيد. يعني بص الكفته اهي اهي اهي. انا عايز اخواننا بقى بورسعيد لو الكفته دي عجباهم يتصلوا دلوقتي. اهي اهي، اللهم صل على النبي. ايه الحمار وايه اللون الذهبي الجميل ده؟ اهي لسه حمر شويه كمان. اه ولا شربانة عاملة زي السفنجة. بس لازم استأذنك يا استاذ رحاب بعد اذنك، مقادير كفتة الجمبري بالرز تطلع على الشاشة تاني للسادة المشاهدين بعد اذنكم. هخلي ده هنا كده ونحمر شوية مع بعض. تاني اللي ما خدش باله من الاول ياخد باله من التاني. وصلى على الحبيب قلبك يطيب. تحطي القلاية كده والزيت يكون سخن، خلي بالك، وتطمئن ان الزيت تمام. تمام نشتغل كده. اه المقادير على الشاشة. تاني قولي يا عم الشيف.
رز مصري ولازم يكون مصري، ومن مش عايز فزلكه في الموضوع، رز مصري. هتقولي ليه بقى رز مصري؟ علل ولماذا؟ لان النشويات فيه زياده، وده بيسند الحاجه وبيبيض الوش. فعمل كفته الرز وكفته اللحمه الجملي، ودي مدرسه. شايفين انا بعمل ايه؟ ايديا كده في الميه واطلع كده. شايفين حبايه الجمبري طالعه من حبايه الكفته؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ فقلب الزيت ونسيبه كده ونشيل الحاجات دي من هنا ونخش على اللي بعده. يلا بينا، رايحين على ايطاليا روما. هنعمل النهارده مع بعض كانينولي. هنعمله ازاي يا عم الشيف؟ مع سمك فيليه الشربيات. عجينه الكانينولي عملناها وجاهزه، مقاديرها على الشاشه بعد اذن حضراتكم. كوبايتين من الدقيق في الخلاط، معاهم كوبايه حليب، معاهم بيضه، معاهم قليل من الماء، بشره ليمون، ذره ملح صغيره، ونضربهم في قلب الخلاط. يطلع معانا عجينه لطيفه لها قوام زي اللبن الرايب او الكريمه. هناخد الكانولا ده نخليه على جنب لمده 10 دقائق. بعد كده بنجيب طاسه 2 3 4، ما عندكيش هاتي من الجيران واحده، وتعملي 10 على 15 واحده مع بعض، اللي هي عجينه الكانولي اهي. ومعانا سمك فيليه شربيات، ومعانا شويه جمبري حلوين، مش عارف هم معانا بيعملوا النهارده، بس هنعملهم لعمير. ومعانا طبعا معانا من الحشو بتاعنا كمان فيليه مع روزماري ونعناع. تعالوا شوفوا هنعمله مع بعض ازاي. بس خلونا نبص على الكفته دي، جامده قوي. اسيبها تتحمر في الزيت عشان انا بحبها مقرمشه. وخلي بالك الزيت لازم تكون درجه حرارته مستمره، ما توديش النار عشان الكفته ما تشربش الرز تطلع معاك مقرمشه زي اللي طالعه دي كده هنا. حلو. شايفين السمك ده؟ سمك فيليه قشر بياض. بتعمل فيه يا عم الشيف؟ بياخد الصدمه الناريه بالشكل ده كده، وبعد كده هنحشيه في الكانينولي. هنشوف نحشيه مع بعض ازاي. معانا كانينولي جاهز، معانا عصير طماطم وطماطم متسبكه على النار. شايفين السمك الفيليه؟ طب ايه اللي انت حطيته ده يا شيف؟ المخرج بيسال. حلو. تومه، كرفس، زيت زيتون وكزبره، والطعم ده كده مع شويه زعتر حلوين، مع شويه بهارات حلوين يا عم الشيف. الكفته في قلب الزيت بتتكلم بورسعيدي. بابريكا، كمون، سنه كركم، دي كلها توابل على السمك عشان هنحشي لك الكانينولي دلوقتي واحنا مع بعض. وانا سبته للاخر عشان ايه بقى؟ نعمله على الرواق. ومعايا عصير سموزي لاول مره، سموزي الخيار بالنعناع والتلج، حاجه تعجبكم على فكره، بتساعد على الهضم. نشوف السمك ده اخباره ايه. الله الله. هو بيستوي كده، تعملي بقى تقطعي الواحده على اتنين. بس استنى عليه شويه. في قلب النار كده، واقوم اغذيه بحاجه حلوه قوي. فاكرين ولا نسينا؟ خلينا افكركم. كان في حله على النار فيها بوكيه جرنيه، خدت روس السمك حطيتهم هنا اهو اهو، وشقشاء ميه كمان هنا على صوص الطماطم اهو. منكم واليكم اهو، زي الفل. صوص طماطم جاهز، واخد زعتر، واخد تومه، واخد بصله، زي الفل. ونسيب الفيليه على النار كده ونشوف اخبار الكفته. بتناديني بتناديني تاني ليه؟ اللهم صل على النبي. هو ده هو ده. شايف الجو ده كده؟ يلا. كفته الجمبري بالرز على طريقه المغازي حصريا على شاشه القناه الاولى، مقرمشه. نشيلها كده. الف انا وشيف، ونكمل بقيه غرف الطبق. لا ما تزعلنيش بقى، شفتوا خبر محزن؟ بيقولوا لي 3 دقايق على الختام. بزعل انا هنا بقى، يا بختك. محدش بيقول لك لا 3 دقايق ولا دقيقتين ولا دقيقه ونص. لا الطبق عايز هتني ماسكه في ايدي كده لغايه لما الحلقه تخلص عشان اجري بيه. شفتوا الكفته؟ الله. الله، سامعين الصوت ده؟ الصوت ده يجوع، الصوت ده بيعذب. اللهم صل على النبي. على فين؟ على الكنترول يا راجل يا طيب. دي كانت عايزه الاستاذ احمد عوض امبارح حبيبي. يلا نص يوم مكافاه. طيب بيضحك، انا عارف هو دلوقتي. هنحط عليها ليمون. حلو.
يا ويلي يا ويلي، انا الكانولي مش هياخد مني دقيقتين يعني، بس انا عايز ايه اوضح المعلومه دي بس يعني، ده عايز عصره ليمون كده واحنا بناكل، فص ليمون كده على كل واحده واحنا بناكل، ذو الشيء يعني زي ما بقول. تعالوا مع بعض سريعا كده نعمل حبايه واتنين من الكانولي بتاعنا الحلو. ادي العجينه معانا والسمك جاهز على النار، وتعالوا نشوف هنشتغل ازاي فيه مع بعض. حلو قوي زي الفل، كسروله زي دي كده جميله حلوه اهي، بنحط فيها شويه صوص طماطم من المعته اللي على النار اللي خد من الشوربه بتاعتنا اهو، حلو قوي وجاهزه هنا كده. وتعالوا نحشي واحده واثنين وثلاثه واربعه بعدد افراد الاسره، تقطعي الحبه على اثنين زي ما انت عايزه، تعملي كانولو صغير زي ما انت عايزه، تعملي حبه كبيره زي اللي معايا دي زي ما انت عايزه، واحنا شغالين كده اهو. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. هناخد الفيليه بتاعنا ده كده، شفت استوى ونقطع الواحده نصين بالشكل ده كده ونبدا ان احنا نحشي الكانولي السمك الفيليه بتاعنا ده كده مع جبنه موزاريلا، واختياري عايزه تحط جبنه موزاريلا اهلا وسهلا، عايزه تحط جبنه شيدر اهلا وسهلا بالشكل ده كده. ادي حبيت الكانولي بتاعتنا، الله شويه جبنه موزاريلا، شفت الجو ده كده بقى، طريقه جديده اهي حلو. وناخد السمك الفيليه اللي احنا جاهزينه هنا ده كده، الله تسلم ايدك يا شيف والله، حاجه جديده وعليها كمان شويه جبنه موزاريلا ونلفها بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. اللفه دي تتحط هنا يا عم الشيف، كمان واحده يلا بالظبط كده مع بعض اهو، عجينه الكانولي نحط شويه جبنه موزاريلا حلو، وناخد السمك الفيليه بتاعنا ده كده، الله اهو نقطعها كده بالشكل ده كده اهو، وواحده كمان اهي. ينفع سمك فيليه بلطي؟ ينفع. فيليه قاروص؟ ينفع، زي ما انت عايز. كمان واحده، هي البوله او الكسروله تاخد واحده تانية، واحده موزاريلا. عايزينها من غير جبنه؟ من غير جبنه لفيها عادي، بس هي الجبنه فكره في ايه؟ ان دي لما تخش الفرن وتسيح مع بعضيها هتلاقي السمك اختلط بالجبنه الموزاريلا مع صوص الطماطم المعته مع التركية بتاعت المغاز اللي هيعملها دلوقتي ونتفرج عليها بالشكل ده كده. نحط دي كده هنا، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك، يلا صور صور معايا، هو ده الكلام اهو. هعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد شويه صوص طماطم من اللي هنا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، قال لك صلى على الحبيب قلبك يطيب. ناخد الصوص ده كده زي ما هو كده، زي ما هو اهو 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 اهو، على فين يا عم الشيف؟ على هنا دمار الطبق ده، اللهم صل على النبي. شويه جبنه حلوه وندخله الفرن، هو ده الف هنا وشفا للي ياكل من الطبق ده. درجه حراره الفرن عينيا، لو السموزي ما تزعلنيش، ان شاء الله ان شاء الله هنلحق باذن الله، هندخله الفرن. طب ده يحمر بس ياخد وش اهو. الطبق ده طلياني كانينولي بالسمك الفيليه على الطريقه المغازيه، حلو. احنا معانا وقت يا شباب زي ما انتوا حابين، انا معاكم انا بسمع الكلام. طيب خلينا نوضح حاجه بس كده للساده المشاهدين علشان بيحبوني وبيهنوني، معانا خيار بلدي ومعانا نعناع ومعانا سكر ومعانا تلج، جه على بالي اعمل النهارده سموزي الخيار بالنعناع. نعمله ازاي يا مغازي؟ بنجيب الخلاط بنقطع الخيار بالقشره بتاعته، ما تقشرهوش، انا ضد تقشير الخيار، على الشاشه سكر زي اي سموزي بتعمليه، كانك بتعملي موز مثلا او بتعملي مثلا كيوي، والخيار ينضرب مع النعناع مع السكر مع التلج. هتحط ميه؟ تحط ميه قليله جدا، ليه يا عم الشيف؟ غير بقيه الفواكه، لان الخيار غني بالسوائل
فقليل كميه الميه هنا عشان ما نهربش بطعم الخيار. وخيار ده يعني بلدي زي الفل، والبلدي يوكل مع تلج وسكر ونعناع في قلب الخلاط. العصير ده بيطر القلب، بيرطب المعده، بينزل على القولون، بينزل على الجهاز الهضمي، يخليه متدلع. مع اكله حلوه زي دي كده، كفته بورسعيديه، سمك فيليه بولت بالخير مزارعنا، او بولت بالخير مزارعنا عملناه مع البرغل، التركايه خدنا الروس عملنا منها صوص حلو جميل جدا. شارك في الطبق بتاعي. خلونا نطلع الكانولا من قلب الفرن. لازم طبعا ياخد وش تحميره كده. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ حلو، نعمه والحمد لله. هنطلع ده كده اهو. بس للامانه علشان اللي بيكذب بيخش النار، ده عايز في الفرن يا عم الشيف، للامانه للامانه عايز له كمان 5 دقايق اهو. الف هنا وشفا. يلا رؤيه فن ابداع النهارده حول العالم مع سمك من خير بلدنا وخير مزارعنا، اذا كان البلطي اذا كان الجمبري، كل ده مع بعضه عملنا سفره متنوعه. بدانا من بلاد الرجاله والابطال بورسعيد، رحنا على لبنان، رحنا على ايطاليا، وجبنا السفره بتاعتنا الجميله الحلوه. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه مع شيف دمه خفيف مصري. منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.